تقدران ده شلون بصير ما كنتش بترضى بكم من نصيبي هسي علي جاي يسجل أغنية. طيب خلينا نصور هسه وكل شيء بتشوفه بالفيديو مش أحكي كثير. هاي نزل إلي. انزل انزل. لا انزل. السلام عليك. طبعا مش مبين إلي بالمره. تكذب؟ لا ليش راح لنا شو بتسوي؟ أنا بس كنت عازف على نفس السكيل ولا أي شيء مفيد ولا شيء بس لقينا الكي وعزفنا عشان نتأكد إنه أنا كنت أعمل فلوجز بس بالزمانات إيه على أيام اليوتيوب لما مرة رحت على القهوة كنت كل يوم بدون تلفون طلعت متذكر كل شيء خيي أكثر من حياتك أكثر من إكسك كنتش بترضى بكم من نصيب يا سيد الاخر اللي بعمل مصيب بفكرش بالاشي اللي اداكم مصير شايف عالم كانه طالع مسير انتش ممكن اتلعب اساليب عجيب تخرج من ثغره قديم الك ولا لديب سؤال مجهول جوابه انا مش حتى بعملش ميكس مشان سجلت له شغل الصوت شغل الصوت يا بوز خذ وضعيه خلص صور التراك شو كم ساعه لكم تسجلوا صراحه اكملها ما عرفتش شوي بدي شوي وقف شوي تصوير وقف شوي بدي اكمل ليش تعمل شوت اوت عشان صوتك ما يطلعش لانه نشاز كثير نشاز يا جماعه شوفوا رم الله بالليل احمد ثابت احمد ثابت بتحداني امشي برم الله بالكرم سمي هيك الحلقه شو شو طلع العتمه الله رحمه احمد ايش صار من الحلقة؟ شو بده يسمي الحلقة عليك؟ اسمع الإضاءة كثير زيئة بينفع أعدل الإضاءة أول أعدل الإضاءة يا جماعة اليوم أنا وأحمد ثابت صور لي أحمد ثابت بس هين نتحدى بعض مين بيمشي أسرع برم الله دوركم يعني؟ يلا واحد اثنين لا تحدى اليوم كنا عند إلي سجلنا أغنية لعلي بس مش هسه بنحطها بس تنزل يعني اوكي رحنا عند إم عادل شفنا أحمد ثابت ملك التحديات رضى الله أحمد ثابت ملك التحديات عرف ايش ونروح ننام عند إبراهيم المصري بكره نروح نسجل كمان أغنيتي أنا سجل أغنية وخلص تعال اليوم تسجيل تراك من بين ثلاث تراكات المفروض تتسجل ومش ان دن يعني فور توداي خلاص ولايف از جود وهي حلقة يا جماعة وحسين الحلقة احمد شحته يلا يلا ها يلا شحت هون مش بعيد وعالدعوس وعالسيارات ايوه ابعد علي لحظه استنى وعالسيارات هون
تمثال لراشد الحدادين مؤسس مدينة رام الله. تمام. عندكم راشد الحدادين هو أحد شيوخ العشائر المسيحية التي سكنت مدينة الكرك في الأردن. بابا هاجر في النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي من الكرك إلى منطقة عدور الشايف. أيوه. إلى منطقة تبعد 16 كيلو مترا عن مدينة القدس العاصمة تبعد فلسطين مش لليهود. مبدئيا وانت أصبحت فيما بعد مدينة رام الله. مش فعلا بس أنجب الشيخ راشد الحدادين 5 أبناء وابنة، وقد شكل الأبناء حداد وإبراهيم وجريس وشقير وحسان النوال الأساسية لحماية مدينة رام الله. هنا تكريما لإلهم ولمجهودهم اللي عملوا لمدينة رام الله والقدس تم بناء هذا التمثال أمام مقر دار بلدية رام الله في منتصف مدينة رام الله. كان معاكم الصحفي والرياضي علي. شكرا جزيلا من قناة علاء الدين السعودي. أنا نايم كأني نايم. يا ولاد جيت صح على يا ولاد شوي. نعم نعم طلع شرعي سعودي. طيب شوي طيب شوي طلع خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان. اليوم جايكم في مقلب لخوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمودة. من اليوم إن شاء الله راح أسوي مقلب في خوية علاء سعودي. إن شاء الله ينجح دعواتكم. يا الله طبعا راح أصحي من النوم وهذا المقلب راح أصحي من النوم أحكي له إنه جوز خالتي معه كورونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صورتكم خوية علاء سعودي أشهر يوتيوبر. خلص يا علي بشرفه. هو يشرب ماء على سعودي. إيش بتحب تحكي عن نعمة الماء التي سخرها الله لنا؟ الماء لها فوائد كثير وأمها أهمها يا صحية. نعم صحيح. خلص شبت بس تحكي لإبراهيم المصري على جنبي الحوية. الله يا إبراهيم أنقذنا. كان في ثلاث حساسات قتلت تنتين ضل واحدة فمش عارف انام لما قتلها. كيف بتهدد خطر انك تنام منيح يعني؟ ايه بتهدد خطر لانه عندي حساسية انا عم بتحملش الهساس فاذا انقرصت بنامش فاس بدنا نقتلها وننام. ان شاء الله نرجع لكم في حلقة جديدة كيف نقتل عقارب. لك انت تكمل اللعبة اسكت يا علي. هنا في دوري ابطال العالم ايه وخير شطة انا غلبت عليه. هذا ابراهيم يتسلى عني شوي مع علي. بكذب؟ لا احلف هذا السمك. هل صوتك هذا سمك؟ ليش تلطيها هسه بدها كلها؟ طيب خليها. هاي ايش طيب بدك كاسة عصير مع الاكل؟ بس عصير بس بدي انا ادوق اول. لا بدون عصير من هلا بدك تاكل. بدي عصير ما ينفعش من الاكل بدون عصير. لا لازم تاكل. طيب يلا دوق. ساعتي وقفني جندي قال لي سير صع سير صع سير صع دخل بعد بقال لي وقف قال لي سير صع سير صع وانا ودي اخلي الدنيا تشدي سير صع سير صع دخلني ودي اخلي الدنيا تشدي هلا